أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا لا قال المصنف في الفصل العاشر من بيع الصرف، قال: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع، ويكون ما في الذمة بمنزلة المقبوض. تقدم الكلام سابقا حول بيع الصرف، وقلنا أن معنى الصرف، شنو معنى الصرف؟ هو التغيير وتصريف الرياح، يعني تغيير الرياح. زين، بيع الصرف شنو معنى؟ بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع الذهب بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب. هاي الوجوه اللي طرحها السيد الشيخ، يقول هاي أربعة وجوه. لكن في بعض الأحيان يكون الذهب أو الفضة مسكوكين بسكة المعاملة، وفي بعض الأحيان غير مسكوكين. فإحنا إذا نضرب هذه الوجوه الأربعة في اثنين، قد تصير وجوه؟ ثمانية، ثمانية وجوه. وبيع الصرف شامل لجميع هذه الوجوه الثمانية. وأيضا تقدم الكلام، قلنا أن الفقهاء يشترطون في بيع الصرف شرط معين. شنو هذا الشرط؟ أن يحصل التقابض ما بين البائع والمشتري. إذا ما حصل تقابض، ما حصل قبض، هو باع الذهب بالذهب لكن ما لا المشتري سلم الثمن ولا البائع سلم المثمن المبيع المن للمشتري، ما حد قبض شيء، فالبيع باطل. فالبيع باطل. وإذا سلم البعض من المبيع وسلم المشتري بعض من الثمن، راح يكون هنا يصح بنسبة شنو؟ راح يكون البيع صحيح بنسبة ما قبضه البائع والمشتري من الثمن. زين، يعني إذا سلم نصف، نصف البيع صح، النصف الآخر يبطل. إذا سلم ربع يصح بنسبة الربع، وهكذا. فالشرط الأساسي لبيع الصرف، لصحة بيع الصرف، هو التقابض. ماكو تقابض البيع شو يكون؟ راح يكون البيع باطل، البيع راح يكون باطل. هسه هنا بهاي المسألة شو يقول؟ مسألة 310، يقول: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، دين من أحد النقدين، التفتوا، يعني أنا أطلب الشيخ، أطلب شنو؟ ذهب أو فضة، النقدين ذهب أو الفضة. فشو أسوي؟ فباعه عليه بنقد، بعتك هذا الدين بنقد. زين، بنقد يعني شنو؟ بذهب او فضه، بنقد اخر. وقبض الثمن، المشتري قبض الثمن، واضح؟ فشنو حصل هسه بيناتهم؟ انا شنو عندي بذمه الشيخ؟ اطلب ذهب، فبعت هذا الذهب، شنو استلمت انا؟ شنو الثمن؟ قبضت له ما قبضت؟ بس المبيع ما قبضه، المشتري، ما هو بذمته. نايجي الإشكال، يصح له ما يصح؟ يقول يصح، لأن القبض تحقق قبل العقد، يكون ما في ذمته بمنزلة المقبوض. واضح؟ يعني كأنما حصل قبض فيصح بعد هالمبيع. زين،
جاي يشوفون المسائل الموجودة مو ذات أثر عملي هنا، مو ذات أثر عملي. فأنا أريدكم تطلعون بس على العنوان لا أقل ولا أكثر. بعدين احنا ننتقل المن إلى مطلب جديد إن شاء الله بالدرس القادم، نتحول درس جديد نحاول نستفيد من عدة هناك في كتاب المعاملات، وإنما المسائل الموجودة هي مسائل قديمة. قال لو كان له دين على زيد، زين، من أحد النقدين، التفتوا إلى هذه المسألة. أنا أطلب الشيخ دين معين، هذا الدين مو مسجل أو مجمدة أو ثلاجة أو فلوس نقدية، لا أطلب ذهب أو أطلب فضة، جاي تلاحظون؟ أطلب ذهب أو أطلب مثقال من الذهب، أطلب مثقاليا من الذهب، جاي تلاحظون؟ لذلك هو شوف التعبير لو كان له دين على زيد من أحد النقدين، النقدين معناها شن؟ الذهب أو الفضة، جيد، فباعه على عمرو. هذا الدين مالي اللي أنا أطلبه للشيخ راح أبيع على أبو علي، أقول له أبو علي تشتري هذا الدين اللي أطلب به الشيخ، واضح؟ قال فباعه على عمرو بنقد، قلت له تعطيني أنا أطلبه مثقاليا، راح أبيع لك هذا الدين بمن؟ بمثقال ونص، واضح؟ أو أبيع لك هاي المثقالين بخمس مثاقيل من الفضة، جاي تلاحظون؟ زين. قال فباعه وقبضه من عمرو. بعد عمرو شنو سوى أبو علي؟ سوى أبو علي طال خمس مثاقيل، أنا هسه قبضته، جاي تلاحظون؟ قال فباعه بناقد وقبضه من عمرو، أعني الثمن. احتاج في صحة المعاملة إلى قبض عمرو للثمن الذي في ذمة زيد. يقول هاي المعاملة تبقى معلقة صحتها إلى أن يقبض أبو علي ما في ذمة الشيخ. أنا اللي دين بذمة الشيخ أطلب مثقاليا من الذهب، واضح؟ فإجيت لأبو علي، هذا اللي هو الطرف الثالث أريد أدخله ويانا بالمعاملة، أقول له أبو علي أنا أطلب الشيخ مثقالين من الذهب تشتريهن؟ قال إيه ما يخالف أشتري، بس ما عندي ذهب، عندي فضة. قلت له ماكو إشكال، أعطيني كم مثقال؟ قال 10 مثاقيل، 5 مثاقيل، 6 مثاقيل. قلت له ماكو إشكال، أعطيني هاي 10 مثاقيل، المعاملة صح ولا ما صح؟ لا ما صح. إلى أن يقبض أبو علي الذهب الذي في ذمة الشيخ، كون الشيخ يسلم الذهب لمن؟ لأبو علي. الله صح المعاملة، واضح الكلام؟ واضح المطلب؟ شوف مسائل مو عملية، يعني مو ذات أثر عملي. قبلها كانت حتى لو كان في ذمته مو يختلف، اكو طرف ثالث هسه هناك ما بين الطرفين، اي يعني اكو هنا معاملتين تقريبا. زين. ابو علي راد يوجد في الطريقه الشرعيه حتى يصحح المعامله، ايش قال؟ قال انا راح اخلي الشيخ وكيل عني في قبض هذا الذهب. افتهمتوا المطلب؟ انا شوف المعامله ابتداء أنا أطلب الشيخ ذهب معين، هذا الذهب أريد أبيعه على اليمن على أبو علي، زين؟ يقول أبو علي سلمك الثمن ما يخالف، أنا قبضت الثمن من أبو علي، قبضته ماكو إشكال، هاي المعاملة مو صحيحة إلى أن يقبض أبو علي ها الذهب الذي في ذمة الشيخ. يلا صح ما اقبض المعامله تبطل، معناها انا ما اقبض بعد هذا الثمن اللي اخذته،
وبعد ايش قال؟ قال انا عندي مخرج، انا دارس منهج وعندي مخرج فقهي. شنو هذا المخرج؟ قال انا راح اوكل الشيخ، اخليه وكيل عني في قبض الذهب الذي في ذمتي. ها شلون تخرجها بالاساس؟ هذا ما حد يجيبها الا الدربندي مو ها. فالان الصح لو ما الصح؟ لا، الا ان يقبض. شو ايش قال؟ ولو وكل عمر زيدا على قبض ما في ذمة نفسه، واضح الحكاية؟ ففي صحته بمجرد التوكيل، مجرد يخلي وكيل الصح المعاملة. إشكال وتوقف وتردد ما نقدر نفتي بالصحة. والأحوط عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه في نفس المجلس. إلى أنه هذا الوكيل اللي هو الشيخ يقول هذا الذهب راح حدده خارجا، أشخصه خارجا، أعينه خارجا في مصداق معين، وأعطيه لمن؟ إلى موكلي في نفس المجلس. واضح؟ فالقضية صعبة يا أبو علي. المخرج ما تحقق. لا وجوب، وجوب إجا بعد إشكال. قال إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد، بنقد يعني ذهب أو فضة، لأن دراهم سابقا كان شنو؟ فضي. ثم باعها بنفس المجلس عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني. شوف انا اشتريت، هسه احنا قاعدين انا وابو علي، انا وابو علي قاعدين، قلت له ابو علي هاي الدراهم الفضيه تبيعها؟ قال ابيعها ماكو اشكال. فانا اشتريتها بنقد، اما فضه واما ذهب. جيد، قبل لا اقبضها، قبل لا اقبض الدراهم راح ابيعها علي على الشيخ، يصح هذا البيع الثاني؟ يقول لا، يصح البيع الثاني قبل قبضها. البيع الثاني ما يصح إلا أن تقبض هذه هذه الدراهم. المسائل مو ذات ثمرة عملية، وإنما سيد الشهيد يريد أن يبين أن الفقه يعالج جميع الحقول نعم والفروض التي تطرأ عليه. ثم نعم قال إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها بنفس المجلس عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، لأنه من بيع ما لا يملكه. يمتى يملكها؟ عند القبض. شوف هسه هو جاي فرع اليمن، السيد جاي فرع اليمن على الشرط السابق. شنو الشرط السابق؟ بيع أحد النقدين، النقدين يعني الذهب والفضة، بالآخر لا يصح إلا إذا حصل التقابض. وهذا الشرط سيار، أنت بعد مشي على المسائل، هذا ما يحتاج بعد. زين نعم. مسألة 314 المسائل هاي تجي نفس الشيء ما بيها. قال يجب على المتعاملين بالصرف التقابض. شوف هسه هو يجي المن أريد أركز على هذا الشرط. يقول أنت يا سيدني مو اشترطت تقول بيع الصرف اللي هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، هذا ما يصح إلا مع التقابض. زين هذا شرط التقابض هل هو شرط معاملي يعني صحة المعاملة يتوقف عليه؟ لو هو شرط شرعي. شنو يعني شرط شرعي؟ يعني اذا انا ما اقبضت ما حصل تقابض راح تكون هناك حرمه تكليفيه. شنو الصحيح؟ شنو الصحيح؟ شوف شو يقول السيد، يقول يجب على المتعاملين بالصرف التقابض وجوبا معامليا مو شرط ليصح البيع.
إذا نقول هو وجوب معاملي البيع راح يكون صحيح، لا وجوبا شرعيا. إذا وجوب شرعيا معناها شنو؟ محرم، يعني محرم تكليفا. فلو لم يدفع أحدهما لم يأثم. أنا بعت الذهب بالذهب لكن ما حصل تقابض، أكو حرام؟ لو نقول معاملة باطلة، المعاملة باطلة ما أكو حرام. زين، ولكن لا يصح بيعه. مو تقول هذا ملكي بعد لازم أبيعه، ملكت بعد التقابض، ولكنه رتب أثر الصحة. شنو أثر الصحة؟ قال يابا هذا راح يكون شنو؟ إلي ملكي وراح أتصرف بهاي الأموال، هذا التصرف في ما لا يملكه، هنا راح يكون محرم. ولكن رتب أثر الصحة على البيع الفاسد أثمه. ليش؟ لأنه تصرف بالمال الحرام. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.